لحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان قطب. أهلا وسهلا بكم إلى استوديو رافدين أستاذ حسان. أهلا بكم. حياك الله. كيف ترى زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق التي جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي؟ أولا يجب الإشارة إلى أن هناك اهتماما متزايدا باستقرار العراق وإبعاده عن المحور الإيراني من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي والاهتمام الفرنسي أيضا بالشأن العراقي، وكذلك الاهتمام العربي المتزايد من خلال تحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق، تحسين العلاقات بين دولة الإمارات والعراق، وأيضا قطر مهتمة بالتعاون مع العراق، وجاءت الآن زيارة العاهل الأردني للعراق والتباحث حول شؤون اقتصادية وأمنية وتطوير العلاقات بين الدول العربية ودولة العراق، يعزز الوجود العربي ويعيد العراق إلى الحاضنة العربية ويساهم في إبعاد إيران عن أو تخفيف على الأقل النفوذ الإيراني في العراق. لكن لذلك التوغل الإيراني في العراق يعني بشكل عام مسيطر على جميع مفاصل الدولة وجميع مفاصل العراق، كيف سيمكن برأيك إزاحة إيران ولو بشكل بسيط وإعادته إلى الحضن العربي كما تتحدث؟ الابتعاد العربي كان سببا من اسباب تطور النفوذ الايراني في العراق. الانكفاء العربي عن لعب دور اساسي في حل الازمات في الدول العربيه ومواجهه الهجوم الايراني سواء كان عسكريا او سياسيا ساعد ايران على تمدد وتطوير نفوذها وتعميق علاقاتها مع بعض المكونات العربية وخاصة الشيعية، منها باعتبار أن المشروع الإيراني هو مشروع مذهبي طائفي يعمل على تعميق الانقسام بين المكونات العربية بين السنة والشيعة وبين مكونات العربية أيضا والمكونات غير العربية. فلذلك الاهتمام العربي الآن هو مهم جدا ويساهم في تطوير العلاقات العربية العراقية. أضف إلى ذلك هو الوجود الأمريكي الأساسي الآن في العراق والذي بدأ يظهر بوضوح الاهتمام الأمريكي من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى العراق، وتطوير القواعد الأمريكية الآن يجري تطوير القواعد الأمريكية الموجودة في العراق خاصة على الحدود السورية، وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواعدها وتسيير دوريات عسكرية، إضافة إلى العلاقة المميزة بين الأكراد والولايات المتحدة والولايات المتحدة. ملفات كثيرة عالقة، يعني ربما فيما يخص إيران والعراق، أهم هذه الملفات ربما تكون هو ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة من قبل أمريكا على إيران ووجود العراق في منتصف هذه العقوبات. يعني إلى أي مدى ترى بأن حكومة بغداد مستعدة للمجازفة باحتمال فرض عقوبات أمريكية على بغداد من أجل العلاقات الموجودة بينها وبين إيران؟ الفريق الحاكم في العراق الآن يختلف عن الفترة السابقة، فخلال عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كانت إيران مرتاحة جدا لوضعها في العراق، حيث أن العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة آنذاك قبل الاتفاق النووي الذي أعطاها بعض الراحة المادية والاقتصادية والسياسية لم تشعر إيران بهذا الضيق الذي تشعر به الآن، لأن نوري المالكي كان يساهم في ضخ الأموال الدولار والأموال العملة الصعبة لإيران لحماية استقرارها الداخلي ولحماية العملة الإيرانية. لكن مع غياب نوري المالكي عن الساحة ووجود الآن عادل عبد المهدي وقبله كان العبادي، هناك تحول فعلي في السياسة العراقية وهناك اهتمام أكثر بالشأن العراقي منه بالشأن الإيراني، حيث أن نوري المالكي يعتبر نفسه إيرانيا أكثر منه عراقيا. لكن جميع القيادات الموجودة والتي تتحكم اليوم بالملفات في العراق هي قيادات تابعة رسميا لإيران. صحيح، لكن بدأنا نرى تحولا حيث أن المصرف المركزي العراقي رفض تحويل الدولارات أو العملة الصعبة إلى إيران والتزم بالعقوبات الأمريكية. إذن هناك تحول ولو جزئي ولو محدود باعتبار أن هناك عوامل ضغط داخلية موجودة من خلال الحشد الشعبي والمجموعات المسلحة المدعومة من إيران، ولكن حتى هذه تأثيراتها بدأت تضعف خاصة مع ما شاهدنا في البصرة من مظاهرات ومن اعتراض على الدور الإيراني ومن اتهام لإيران بأنها تسعى لتدمير مكونات العراق الاقتصادية للهيمنة على النفط العراقي وعلى الاقتصاد العراقي. نعم. لذلك إذا حبيت أن نتكلم عن زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف للعراق، الهدف هو متعدد من خلال هذه الزيارة.
أولا الهدف هو تأمين علاقات تجارية واسعة مع العراق، باعتبار أن الوفد المرافق كان وفدا تجاريا، يعني يشمل رجال أعمال وتجار وإلى آخره. المطلوب الآن هو تطوير العلاقات التجارية بين العراق وإيران بهدف الحصول على كمية أكبر من الدولارات والعملة الصعبة التي تساهم في تخفيف العبء الذي تعاني منه إيران الآن مع انقطاعها أو ابتعادها عن المنظومة المالية الدولية، وخاصة التحويلات المالية التي منعت عن إيران. نعم الهدف الثاني الذي يسعى إليه هو رسم تحالفات جديدة في المنطقة، خاصة مع تخوف إيران من المؤتمر المزمع عقده في الشهر المقبل في بولندا لتطوير تحالف دولي معادي لسياسات إيران التي تثير القلق في أوروبا كما في العالم العربي وكذلك الولايات المتحدة. إيران تسعى لبناء منظومة علاقات جديدة تضم العراق وتشمل العراق طبعا باعتباره مجاورا، وأيضا هو متنفس لها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. من خلال العراق تتواصل مع الساحة السورية وتتواصل مع الساحة اللبنانية، نعم. وبإمكانها إطلاق رسائل من خلال العراق ومن خلال دورها في العراق وميليشياتها في الملف العراق. الداخلي العراقي حاضر في زيارة ظريف، يعني أحد الملفات. طبعا الحكومة لم تشكل، الميليشيات تتصارع على المناصب، الصراع خرج إلى العلن، اتهامات متبادلة بين الميليشيات في وسائل الإعلام الرسمية فيما بينها. برأيك هل انفلت الوضع من إيران في العراق رغم الإقامة، يعني نتحدث عن إقامة شبه دائمة لقاسم سليماني في العراق وإدارة الوضع، وضع الميليشيات ووضع الساحة الأمنية في العراق؟ من الواضح أن حلفاء إيران لا يحسنون إدارة البلاد، هذا ما نشهده في لبنان أيضا، نفس المشهد يتكرر في لبنان وكما هو في العراق. سوء إدارة، عدم القدرة على تشكيل حكومات، التنافس على المغانم، يرون في السلطة أنها مغنم وليست إدارة وليست مسؤولية. لذلك هناك صراع شديد الآن بدأ يظهر للعلن بين عصائب أهل الحق وبين تيار الحكمة، حتى أن هذا الصراع برز يبدو أن الاتصال قطع مع الأستاذ حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.